مشاهدينا سلام الله عليكم، اهلا بكم في موجز لأهم الانباء. قال رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام صديق السور ان الافراج عن محمد بن نايل احد ابرز قيادة النظام السابق جرى دون علم مكتب النائب العام. السور قال في تصريح له الاحد ان مكتب النائب العام لا علاقة له بعملية تبادل المحتجزين التي اخلى فيها سراح بن نايل والتي جاءت في اطار اجتماعي. يشار إلى أن إطلاق سراح بن نايل جاء خلال عملية تبادل للمحتجزين بين القوة الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب من جهة وبين قبيلة المقارحة من جهة أخرى. جرت مساء السبت اشتباكة مسلحة في منطقة حي الأندلس أسفرت حسب مصادر عن مقتل حارسين لبيت نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح من قبل البعثة الأممية أحمد معتيق وجرح نجل شقيقته. جاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات قليلة من زيارة لوزيري الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت والألماني فرانك شتاينماير للعاصمة طرابلس. أكد مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي انسحاب الكتيبة 21 التابعة لمجرم الحرب خليفة حفتر من أحد المواقع في محيط جامعة بنغازي. مصدر بسرية القعودة تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي قال إن عناصر السرية استهدف مواقع تابعة لمجرم الحرب خليفة حفتر بمنطقة غريونس ما أدى إلى تدمير إحدى آلياتهم. يشار إلى أن قوات مجرم الحرب خليفة حفتر كانت قد أغلقت الطريق المؤدي لمستشفى الجلاء انطلاقا من كوبري تريك طرابلس لإفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين. أصدر ما يسمى بالجيش العربي الليبي التابع لمجلس النواب المنحل بيانا ردا على لقاء جمع المهدي البرغثي أمير الكتيبة 204 دبابات وأعضاء من المجلس الرئاسي المقترح من قبل البعثة الأممية. البيان جاء فيه قولهم أن القيادة العامة للقوات المسلحة هي من تمثل الجيش الليبي وأن ما يقوم به البرغثي من اجتماع بأطراف أجنبية يعتبر خرقا للضوابط العسكرية ويحاسب عليها القانون العسكري الليبي حسب وصف البيان. يشار إلى أن المجلس الرئاسي المقترح من البعثة الأممية كان قد رشح البرغثي لحقيبة وزارة الدفاع بالمجلس. قال مصدر من مجلس شورى مجاهدي درنا إن قوات ما يسمى بتنظيم الدولة هاجمت الأحد مواقع لقوات المجلس في منطقة الفتايح شرقية مدينة درنا. المصدر قال إن ما يسمى بتنظيم الدولة قام بتفجير سيارتين مفخختين عند إحدى تمركزات قوات المجلس وقوات الثوار المساندة له، مؤكدا مقتل أحد أفراد المجلس وجرح اثنين من ثوار البيضة ومقتل أربعة من التنظيم في الاشتباكات ذاتها. يشار إلى أن قوات ما يعرف بعملية الكرامة كانت قد أغلقت طريق وادي بوضحاك وهو ما أدى إلى قطع طريق الإمدادات لقوات المجلس في محور الحيلات والفتايح جنوبي مدينة درنا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
جريب جريب. بسم الله الرحمن الرحيم.